ونحو هذا فرار يونس عليه السلام خشية تكذيب قومه له لما وعدهم به من العذاب، وقول الله تعالى في يونس عليه السلام فظن أن لن نقدر عليه الآية أن لن نضيق عليه، معناه أن لن نضيق عليه. قال مكي طمع في رحمة الله وألا يضيق عليه مسلكه في خروجه، وقيل حسن ظنه بمولاه أنه لا يقضي عليه العقوبة، وقيل نقدر عليه ما أصابه، وقد قرئ نقدر عليه بالتشديد، وقيل نؤاخذ بغضبه وذهابه، وقال ابن زيد معناه أفظن أن لن نقدر عليه على الاستفهام، ولا يليق أن يظن بنبي أن يجهل صفة من صفات ربه. وكذلك قوله إذ ذهب مغاضبا، الصحيح مغاضبا لقومه لكفرهم، وهو قول ابن عباس والضحاك وغيرهما، لا لربه عز وجل، إذ مغاضبة الله معاداة له، ومعاداة الله كفر لا تليق بالمؤمنين، فكيف بالأنبياء؟ وقيل مستحيا من قومه أن يسموه بالتكذيب أو يقتلوه كما ورد في الخبر، وقيل مغاضبا لبعض الملوك فيما أمره به من التوجه إلى أمر أمره الله به على لسان نبي آخر، فقاله يونس غيري أقوى عليه مني، فعزم عليه فخرج لذلك مغاضبا. وقد روي عن ابن عباس أن إرسال يونس عليه السلام ونبوته إنما كانت بعد أن نبذه الحوت، واستدل من الآية بقوله فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون من سورة الصافات، واستدل به أيضا به بقوله ولا تكن كصاحب الحوت، وذكر القصة. ثم قال فاجتباه ربه فجعله من الصالحين، فتكون هذه القصة إذن قبل نبوته. فإن قيل فما معنى قولي عليه السلام إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله في كل يوم 100 مرة، وفي طريق آخر في اليوم أكثر من 70 مرة، فاحذر أن يقع ببالك أن يكون هذا الغين وسوسة أو ريبا وقع في قلبي عليه السلام، بل أصل الغين في هذا ما يتغشى القلب ويغطيه. قاله أبو عبيدة وأصله من غين السماء وهو إطباق الغيم عليها، وقال غيره والغين شيء يغشي القلب ولا يغطيه كل التغطية، كالغيم الرقيق الذي يعرض في الهواء ولا يمنع ضوء الشمس. وكذلك لا يفهم من الحديث أنه يغان على قلبي 100 مرة أو أكثر من 70 مرة في اليوم، إذ ليس يقتضيه لفظه الذي ذكرناه وهو أكثر رواياتي، وإنما هذا عدد للاستغفار لا للغين، فيكون مراد بهذا الغين إشارة إلى غفلات قلبه وفترات نفسه، وسهوي عن مداومة الذكر ومشاهدة الحق فيما كان صلى الله عليه وآله وسلم دفع إليه من مقاسات البشر وسياسة الأمة ومعاناة الأهل ومقاومة الولي والعدو ومصلحة النفس، وكل لفه من أعباء أداء الرسالة وحمل الأمانة، وفي كل هذا في طاعة ربه وعبادة خالقه. ولكن لما كان صلى الله عليه وآله وسلم أرفع الخلق عند الله مكانة وأعلاهم درجة وأتمهم به معرفة، وكانت حاله عند خلوص قلبه وخلو همته وتفرده بربه وإقباله بكليته عليه ومقامه هنالك أرفع حاليه، رأى عليه السلام حال فترته عنها وشغله بسواها غضا من علي حاله وخفضا من رفيع مقامه، فاستغفر الله من ذلك. وهذا أولى وجوه الحديث وأشهرها، وإلى معنى ما أشرنا به مال إليه كثير من الناس وحام حوله فقارب ولم يرد، وقد قربنا غامض معناه وكشفنا المستفيد محياه، وهو مبني على جواز الفترات والغفلات والسهو في غير طريق البلاغ على ما سيأتي. وذهبت طائفة من أرباب القلوب ومنشخة المتصوفة ممن قال بتنزيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا جملة، وأجله أن يجوز عليه في حال سهو أو فترة، إلى أن معنى الحديث ما يهم خاطره ويغم فكره من أمر أمته عليه السلام لاهتمامه بهم وكثرة شفقته عليهم فيستغفر لهم. قالوا وقد يكون الغين هنا
على قلبه السكينة التي تتغشاه، بقوله تعالى: فأنزل الله سكينته عليه. ويكون استغفاره عليه السلام عند إظهار العبودية والافتقار. وقال ابن عطاء: استغفار وفعل هذا تعريف لأمته بحملهم على الاستغفار. وقال غيره: ويستشعرون الحذر ولا يركنون إلى الأمن. وقد يحتمل أن تكون هذه الإغانة حالة خشية وإعظام تغشى قلبه، فيستغفر حينئذ شكرا لله وملازمة لعبوديته، كما قال في ملازمة العبادة: أفلا أكون عبدا شكورا. وعلى هذه الوجوه الأخيرة يحمل ما روي في بعض طرق هذا الحديث عنه عليه السلام: إنه ليغان على قلبي في اليوم أكثر من 70 مرة فأستغفر الله. فإن قلت: فما معنى قوله تعالى لمحمد عليه السلام: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين؟ وقوله لنوح عليه السلام: فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين، فاعلم أنه لا يلتفت في ذلك إلى قول من قال في آية نبينا عليه السلام: فلا تكونن ممن يجهل، أن الله لو شاء لجمعهم على الهدى. وفي آية نوح: لا تكونن ممن يجهل، أن وعد الله حق، لقوله: وإن وعدك الحق، إذ في إثبات الجهل بصفة من صفات الله، وذلك لا يجوز على الأنبياء. والمقصود وعظهم ألا يتشبه في أمورهم بسمات الجاهلين، كما قال: إني أعظك. وليس في آية منها دليل على كونهم على تلك الصفة التي نهاهم الله عن الكون عليها، فكيف؟ وآية نوح قبلها: فلا تسألني ما ليس لك بعلم، فحمل ما بعدها على ما قبلها، فحمل ما بعد على ما قبلها أولى، لأن مثل هذا قد يحتاج إلى إذن. وقد تجوز إباحة السؤال فيه ابتداء، فنهاه الله أن يسأله عما طوى عنه علمه وأكنه من غيبه من السبب الموجب لهلاك ابنه. ثم أكمل الله تعالى نعمته عليه بإعلام ذلك بقوله: إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، حكى معناه مكي. كذلك أمر نبينا عليه السلام في الآية الأخرى بالتزام الصبر على إعراض قومه ولا يحرج عند ذلك، فيقارب حال الجاهل بشدة التحسر، حكاه أبو بكر بن فورك. وقيل معنى الخطاب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم: أي فلا تكون من الجاهلين، حكاه أبو محمد مكي، وقال مثله في القرآن كثير. فبهذا الفضل وجب القول بعصمة الأنبياء منه بعد النبوة قطعا. فإن قلت: فإذا قررت عصمتهم من هذا وأنه لا يجوز عليهم شيء من ذلك، فما معنى إذن وعيد الله لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك إن فعله، وتحذيره منه كقوله: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، وقوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وقوله تعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا، وقوله: لأخذنا منه باليمين، وقوله: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله، وقوله: فإن يشأ الله يختم على قلبك، وقوله: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وقوله: اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. فأعلم وفقنا الله وإياك أنه صلى الله عليه وآله وسلم لا يصح ولا يجوز عليه ألا يبلغ وأن يخالف أمر ربه، ولا أن يشرك به، ولا يتقول على الله ما لا يحب، أو يفتري عليه، أو يضل، أو يختم على قلبه، أو يطيع الكافرين. لكن الله تعالى يسر أمره بالمكاشفة والبيان في البلاغ للمخالفين، وأن إبلاغه إن لم يكن بهذه السبيل فكأنه ما بلغ. فطيب نفسه وقوى قلبه بقوله: والله يعصمك من الناس، كما قال لموسى وهارون: لا تخافا إنني معكما، لتشتد بصائرهم في الإبلاغ وإظهار دين الله، ويذهب عنهم خوف العدو المضعف للنفس. وأما قوله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، وقوله: إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، فمعناه أن هذا جزاء من فعل هذا،
وجزاؤك لو كنت ممن يفعله وهو لا يفعله. وكذلك قوله: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فالمراد به غيره، كما قال: إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. وقوله: فإن يشأ الله يختم على قلبك، ولئن أشركت ليحبطن عملك وما أشبهه، فالمراد به غيره، وأن هذه حال من أشرك، والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يجوز عليه هذا. وقوله: اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، فليس فيه أنه أطاعهم، والله ينهاه عما يشاء ويأمره بما يشاء، كما قال: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين، وما كان طردهم عليه السلام ولا كان من الظالمين. فصل في عصمة الأنبياء قبل النبوة من الجهل بالله تعالى وصفاته. وأما عصمتهم من هذا الفن قبل النبوة فللناس فيه خلاف، والصواب أنهم معصومون عليهم السلام قبل النبوة من الجهل بالله وصفاته والشك في شيء من ذلك. وقد تعاضرت الأخبار والآثار عن الأنبياء بتنزيههم عن هذه النقيصة منذ ولدوا ونشأتهم على التوحيد والإيمان، بل على إشراق أنوار المعارف ونفحات ألطاف السعادة، كما نبهنا عليه في الباب الثاني من القسم الأول من كتابنا هذا. ولم ينقل أحد من أهل الأخبار أن أحدا نبئ واصطفي ممن عرف بكفر وإشراك قبل ذلك. ومستند هذا الباب النقل، فقد استدل بعضهم بأن القلوب تنفر عمن كانت هذه سبيله. وأنا أقول إن قريشا قد رمت نبينا عليه السلام بكل ما افترته، وعير كفار الأمم أنبياءها بكل ما أمكنها واختلقته مما نص الله تعالى عليه أو نقلته إلينا الرواة، ولم نجد في شيء من ذلك تعييرا لواحد منهم برفضه آلهته وتقريعه بذمه بترك ما كان قد جامعهم عليه. ولو كان هذا لكانوا بذلك متبادرين بتلونه في معبوده محتجين، ولكان توبيخهم له بنهيهم عما كان يعبد قبل أفظع وأقطع في الحجة من توبيخه بنهيهم عن تركهم آلهتهم وما كان يعبد آباؤهم من قبل. ففي إطباقهم على الإعراض عنه دليل على أنهم لم يجدوا سبيلا إليه، إذ لو كان لنقل ولما سكتوا عنه، كما لم يسكتوا عند تحويل القبلة، وقالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها كما حكاه الله عنهم. وقد استدل القاضي القشيري على تنزيههم عن هذا بقوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وقوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: فطهره الله في الميثاق. وبعيد أن يأخذ منه الميثاق قبل خلقه ثم يأخذ ميثاق النبيين بالإيمان به ونصره قبل مولده بدهور ويجوز عليه الشرك أو غيره من الذنوب. هذا ما لا يجوزه إلا ملحد، هذا معنى كلامه. وكيف يكون ذلك وقد أتاه جبريل عليه السلام وشق قلبه صغيرا واستخرج منه علاقة وقال: هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله وملأه حكمة وإيمانا كما تظاهرت به أخبار المبدأ. ولا يشبه عليك بقول إبراهيم في الكوكب والقمر والشمس: هذا ربي، فإنه قد قيل كان هذا في سن الطفولية وابتداء النظر.
وذهب معظم الحذاق من العلماء المفسرين إلى أنه إنما قال ذلك مبكتا لقومه ومستدلا عليهم. وقيل معناه الاستفهام الوارد مورد الإنكار، والمراد فهذا ربي. قال الزجاج قولوا هذا ربي أي على قولكم، كما قال أين شركائي أي عندكم، ويدل على أنه لم يعبد شيئا من ذلك ولا أشرك قط بالله طرفة عين. قول الله تعالى عنه إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، ثم قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، وقال إذ جاء ربه بقلب سليم أي من الشرك. وقوله واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فإن قلت فما معنى قوله لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، قيل إنه إن لم يؤيدني الله بمعونته أكن مثلكم في ضلالتكم وعبادتكم، على معنى الإشفاق والحذر، وإلا فهو معصوم في الأزل من الضلال. فإن قلت فما معنى قوله وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، ثم قال بعد ذلك عن الرسل قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، فلا يشكل عليك لفظه العود لفظة العود، وأنها تقتضي أنهم إنما يعودون إلى ما كانوا فيه من ملتهم، فقد تأتي هذه اللفظة في كلام العرب لغير ما ليس له ابتداء بمعنى الصيرورة، كما جاء في حديث الجهنميين عادوا حمما ولم يكونوا قبل كذلك، ومثله قول الشاعر تلك المكارم لا قعبان من لبن شيبا بماء فعادا بعد أبوالا، وما كان قبل ذلك كذلك. فإن قلت فما معنى قوله وجدك ضالا فهدى، فليس هو من الضلال الذي هو الكفر، قيل ضالا عن النبوة فهداك إليها، قاله الطبري، وقيل وجدك بين أهل الضلال فعصمك من ذلك وهداك للإيمان وإلى إرشادهم، ونحوي عن السدي وغير واحد، وقيل ضالا عن شريعتك التي لا تعرفها فهداك إليها. والضلال ها هنا التحير، ولهذا كان عليه السلام يخلو بغار حراء في طلب ما يتوجه به إلى ربه ويتشرع به حتى هداه إلى الإسلام، قال معناه القشيري. وقيل لا تعرف الحق فهداك إليه، وهذا مثل قوله تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم، قال علي بن عيسى قاله علي بن عيسى، قال ابن عباس لم تكن له ضلالة معصية، وقيل هدى أي بين أمرك بالبراهين، وقيل وجدك ضالا بين مكة والمدينة فهداك إلى المدينة، وقيل المعنى وجدك فهدى بك ضالا. وعن جعفر بن محمد وجدك ضالا عن محبتي لك في الأزل أي لا تعرفها فمننت عليك بمعرفتي. وقرأ الحسن بن علي وجدك ضال فهدى أي اهتدى بك. وقال ابن عطاء وجدك ضالا أي محبا لمعرفتي، والضال المحب، كما قال إنك لفي ضلال قديم أي محبتك القديمة، ولم يريدها هنا في الدين، إذ لو قالوا ذلك في نبي الله لكفروا. وأمثلته ومثله عند هذا قوله إنا لنراها في ضلال مبين أي في محبة بينة. وقال الجنيد ووجدك متحيرا في بيان ما أنزل عليك فهداك لبيانه، لقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقيل ووجدك لم يعرفك أحد بالنبوة حتى أظهرك فهدى بك السعداء،
ولا أعلم أحدا قال من المفسرين ها هنا فيها أي ضالا عن الإيمان. وكذلك في قصة موسى عليه السلام قوله فعلتها إذا وأنا من الضالين أي من المخطئين الفاعلين شيئا بغير قصد، قاله ابن عرفة. وقال الأزهري معناه من الناسين. وقد قيل ذلك في قوله وجدك ضالا فهدى أي ناسيا، كما قال تعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فإن قلت فما معنى قوله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فالجواب أن السمرقندي قال معناه ما كنت تدري قبل الوحي أن تقرأ القرآن ولا كيف تدعو الخلق إلى الإيمان. وقال بكر القاضي نحوه قال ولا الإيمان الذي والفرائض والأحكام، قال فكان صلى الله عليه وآله وسلم قبل مؤمنا بتوحيده ثم نزلت الفرائض التي لم يكن يدريها قبل فزاد بالتكليف إيمانا وهو أحسن وجوهه. فإن قلت فما معنى قوله وإن كنت من قبله لمن الغافلين، فاعلم أنه ليس بمعنى قوله والذين هم عن آياتنا غافلون، بل قد حكى أبو عبيد الهروي أن معناه لمن الغافلين عن قصة يوسف إذ لم تعلمها إلا بوحينا. وكذلك الحديث الذي يروي عثمان بن أبي شيبة بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد كان يشهد مع المشركين مشاهدهم فسمع الملكين خلفه أحدهما يقول لصاحبه اذهب حتى تقوم خلفه، فقال الآخر كيف أقوم خلفه وعهده باستلام الأصنام، فلم يشهدهم بعد. فهذا حديث أنكره أحمد بن حنبل جدا وقال هذا موضوع أو شبيه بالموضوع. وقال الدارقطني يقال إن عثمان وهم في إسناده. والحديث بالجملة منكر غير متفق على إسناده فلا يلتفت إليه. والمعروف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلافه عند أهل العلم من قوله بغضت إلي الأصنام. وقوله في الحديث الآخر الذي روته أم أيمنة حين كلمه عمه وآله في حضور بعض أعيادهم وعزموا عليه فيه بعد كراهته لذلك فخرج معهم ورجع مرعوبا فقال كلما دنوت منها من صنم تمثل لي شخص أبيض طويل يصيح بي وراءك لا تمسه، فما شهد بعد لهم عيدا. وقوله في قصة بحيرة حين استحلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم باللات والعزى إذ لقيه بالشام في سفرته مع عمي أبي طالب وهو صبي ورأى فيه علامات النبوة فاختبره بذلك، فقاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تسألني بهما فوالله ما أبغضت شيئا قط بغضهما. فقاله بحيرة فبالله إلا ما أخبرتني عما أسألك عنه، فقال سل عما بدا لك. وكذلك المعروف من سيرته عليه الصلاة والسلام وتوفيق الله له أنه كان قبل نبوته يخالف المشركين في وقوفهم بمزدلفة في الحج، فكان يقف هو بعرفة لأنه كان موقف إبراهيم عليه السلام. فصل في أنه لا يشترط في حق الأنبياء العصمة من عدم معرفة ببعض أمور الدنيا. قال القاضي أبو الفضل رحمه الله قد بان بما قدمناه عقول الأنبياء في التوحيد والإيمان والوحي وعصمتهم في ذلك على ما بيناه، فأما ما عدا هذا الباب من عقول قلوبهم فجماعها أنها مملوءة علما ويقينا على الجملة، وأنها قد احتوت من المعرفة والعلم بأمور الدين والدنيا مما لا شيء فوقه. ومن طالع الأخبار
واعتنى بالحديث وتأمل ما قلناه وجده. وقد قدمنا منه في حق نبينا عليه السلام في الباب الرابع أول قسم من هذا الكتاب ما ينبه على ما وراءه، إلا أن أحوالهم في هذه المعارف تختلف. فأما ما تعلق منها بأمر الدنيا فلا يشترط في حق الأنبياء العصمة من عدم معرفة الأنبياء ببعضها أو اعتقادها على خلاف ما هي عليه، واصم عليهم فيه، إذ هممهم متعلقة بالآخرة وأنبائها وأمر الشريعة وقوانينها، وأمور الدنيا تضادها، بخلاف غيرهم من أهل الدنيا الذين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة وهم غافلون، كما سنبين هذا في الباب الثاني إن شاء الله. ولكنه لا يقال إنهم لا يعلمون شيئا من أمر الدنيا، فإن ذلك يؤدي إلى الغفلة والبله وهم المنزهون عنه، بل قد أرسلوا إلى أهل الدنيا وقلدوا سياستهم وهدايتهم والنظر في مصالح دينهم ودنياهم، وهذا لا يكون مع عدم العلم بأمور الدنيا بالكلية. وأحوال الأنبياء وسيرهم في هذا الباب معلومة، ومعرفة بذلك كله مشهورة. وأما إن كان هذا العقد مما يتعلق بالدين فلا يصح من النبي صلى الله عليه وسلم إلا العلم به، ولا يجوز عليه جهله جملة، لأنه لا يخلو أن يكون حصل عنده ذلك عن وحي من الله، فهو ما لا يصح الشك منه فيه على ما قدمناه. فكيف الجهل؟ بل حصله بالعلم اليقين، أو يكون فعل ذلك باجتهاده فيما لم ينزل عليه فيه شيء، على القول بتجويز وقوع الاجتهاد منه في ذلك على قول المحققين. وعلى مقتضى حديث أم سلمة رضي الله عنها: إني إنما أقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل علي فيه شيء، خرجه الثقات. وكقصة أسرى بدر والإذن المتخلفين على رأي بعضهم، فلا يكون أيضا ما يعتقله مما يثمر اجتهاده إلا حقا وصحيحا. هذا هو الحق الذي لا يلتفت إلى خلاف من خالف فيه ممن أجاز عليه الخطأ في الاجتهاد، لا على القول بتصويب المجتهدين الذي هو الحق والصواب عندنا، ولا على القول الآخر بأن الحق في طرف واحد لعصمة النبي صلى الله عليه وسلم من الخطأ في الاجتهاد في الشرعيات. ولأن القول في تخطئة المجتهدين إنما هو بعد استقرار الشرع، ونظر النبي صلى الله عليه وسلم واجتهاده إنما هو فيما لم ينزل عليه فيه شيء ولم يشرع له قبل، هذا فيما عقد عليه قلبه صلى الله عليه وآله وسلم. فأما ما لم يعقد عليه قلبه من أمر النوازل الشرعية فقد كان لا يعلم منها أولا إلا ما علمه الله عز وجل شيئا فشيئا، حتى استقر علم جملتها عنده إما بوحي من الله أو إذن له أن يشرع في ذلك ويحكم بما أراه الله. وقد كان ينتظر الوحي في كثير منها، ولكنه لم يمت صلى الله عليه وآله وسلم حتى استفرغ علم جميعها عنده عليه السلام، وتقررت معارفها لدي على التحقيق ورفع الشك والريب وانتفاء الجهل. وبالجملة فلا يصح منه الجهل بشيء من تفاصيل الشرع الذي أمر بالدعوة إليه، إذ لا تصح دعوته إلى ما لا يعلم. وأما ما تعلق بعقله من ملكوت السماوات والأرض وخلق الله تعالى وتعيين أسمائه الحسنى وآياته الكبرى وأمور الآخرة وأشراط الساعة وأحوال السعداء والأشقياء وعلم ما كان وما يكون مما لا يعلمه إلا بوحي، فعلى ما تقدم من أنه معصوم فيه، لا يأخذه فيما أعلم به شك ولا ريب، بل هو فيه على غاية اليقين. لكنه لا يشترط له العلم بجميع تفاصيل ذلك، وإن كان عنده من علم ذلك ما ليس عند جميع البشر، لقوله إني لا أعلم إلا ما علمني ربي، ولقوله ولا خطر على قلب بشر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وقول موسى عليه السلام للخضر
هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أسألك بأسمائك الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم. وقوله: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وقد قال الله تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. قال زيد بن أسلم وغيره: حتى ينتهي العلم إلى الله. وهذا ما لا خفاء به، إذ معلوماته تعالى لا يحاط بها ولا منتهى لها. هذا حكم عقل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في التوحيد والشرع والمعارف والأمور الدينية. فصل في إجماع الأمة على عصمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الشيطان وكفايته منه. واعلم أن الأمة مجتمعة على عصمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الشيطان وكفايته منه، لا في جسمه بأنواع الأذى ولا على خاطره بالوساوس. وقد أخبرنا القاضي الحافظ أبو علي رحمه الله قال: حدثنا أبو الفضل بن خيرون العدل، حدثنا أبو بكر البرقاني وغيره، حدثنا أبو الحسن الدار قطني، حدثنا إسماعيل الصفار، حدثنا عباس الترقفي، حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: وإياي، ولكن الله تعالى أعانني عليه فأسلم. زاد غيره عن منصور: فلا يأمرني إلا بخير. وعن عائشة بمعناه: روي فأسلم بضم الميم أي فأسلم أنا منه. وصحح بعضهم هذه الرواية ورجحها. وروي فأسلم يعني القرين أنه انتقل من حال كفره إلى الإسلام، فصار لا يأمر إلا بخير كالملك، وهو ظاهر الحديث. ورواه بعضهم فاستسلم. قال القاضي أبو الفضل: فإذا كان هذا حكم شيطانه وقرينه المسلط على بني آدم، فكيف بمن بعد منه ولم يلزم صحبته ولا أقدر على الدنو منه؟ وقد جاءت الآثار بتصدي الشياطين له في غير موطن، رغبة في إطفاء نوره وإماتة نفسه وإدخال شغل عليه، إذ يأسوا من إغوائه فانقلبوا خاسرين، كتعرضه له في صلاته فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وأسره. ففي الصحاح قال أبو هريرة عنه عليه السلام: إن الشيطان عرض لي، قال عبد الرزاق: في صورة هر، فشد علي يقطع علي الصلاة فأمكنني الله منه فذعدته، ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا تنظرون إليه، فذكرت قول أخي سليمان: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرده الله خاسئا. وفي حديث أبي الدرداء عنه عليه السلام: إن عدو الله إبليس جاءني بشهاب من نار ليجعله في وجهي. والنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وذكر تعوذه بالله منه ولعنه له، ثم أردت أن آخذه وذكر نحوه وقال: لأصبح موثقا يتلاعب به ولدان أهل المدينة. وكذلك في حديثه في الإسراء وطلب عفريت له بشعلة نار فعلمه جبريل ما يتعوذ به منه، ذكره في الموطأ. ولما لم يقدر على أذاه بمباشرته تسبب بالتوسط إلى عداه، كقضيته مع قريش في الائتمار بقتل النبي صلى الله عليه وسلم وتصوره في صورة الشيخ النجدي.
ومرة أخرى في غزوة يوم بدر في سورة سراقة بن مالك، وهو قوله تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس. ومرة ينذر بشأنه عند بيعة العقبة. وكل هذا فقد كفاه الله أمره وعصمه ضره وشره. وقد قال عليه السلام إن عيسى عليه السلام كفي من لمسه، فجاء ليطعن بيده في خاصرته حين ولد فطعن في الحجاب. وقال عليه السلام حين لد في مرضه: وقيل لا خشينا أن يكون بك ذات الجنب، فقال: إنها من الشيطان ولم يكن الله ليسلطه علي. فإن قيل: فما معنى قوله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم؟ فقد قال بعض المفسرين إنها راجعة إلى قوله: وأعرض عن الجاهلين. ثم قال: وإما ينزغنك، أي يستخفنك غضب يحملك على ترك الإعراض عنهم، فاستعذ بالله تعالى. وقيل النزع هنا الفساد، كما قال تعالى: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. إذن قيل النزغ هنا الفساد، كما قال تعالى: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. وقيل ينزغنك، يغرينك ويحركنك. والنزغ أدنى الوسوسة، فأمره الله تعالى أنه متى تحرك عليه غضب على عدوه أو رام الشيطان من إغرائه به وخواطر أداني وساوسه ما لم يجعل له سبيل إليه، أن يستعيذ منه فيكفى أمره، ويكون ذلك سبب تمام عصمته، إذ لم يسلط عليه بأكثر من التعرض له ولم يجعل له قدرة عليه. وقد قيل في هذه الآية غير هذا. وكذلك لا يصح أن يتصور له الشيطان في صورة الملك ويلبس عليه، لا في أول الرسالة ولا بعدها. والاعتماد في ذلك دليل المعجزة، بل لا يشك النبي أن ما يأتي من الله الملك ورسوله حقيقة، إما بعلم ضروري يخلقه الله له، أو ببرهان يظهر لديه لتتم كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. فإن قيل: فما معنى قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم؟ فاعلم أن للناس في معنى هذه الآية أقاويل، منها السهل والوعث والسمين والغث. وأولى ما يقال فيها ما عليه الجمهور من المفسرين أن التمني ها هنا التلاوة وإلقاء الشيطان فيها شغله، وإلقاء الشيطان فيها شغله بخواطر وأذكار من أمور الدنيا للتالي، حتى يدخل عليه الوهم والنسيان فيما تلاه، أو يدخل غير ذلك على أفهام السامعين من التحريف وسوء التأويل ما يزيله الله وينسخه ويكشف لبسه ويحكم آياته. وسيأتي الكلام على هذه الآية بعد بأشبع من هذا إن شاء الله تعالى. وقد حكى السمرقندي إنكار قول من قال بتسلط الشيطان على ملك سليمان وغلبتي عليه، وأن مثل هذا لا يصح. ولقد ذكرنا قصة سليمان مبينة بعد هذا، ومن قال إن الجسد هو الولد الذي ولد له. وقال أبو محمد مكي في قصة أيوب وقوله: إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، من سورة صاد، إنه لا يجوز لأحد أن يتأول أن الشيطان هو الذي أمرضه وألقى الضر في بدنه، ولا يكون ذلك إلا بفعل الله وأمره ليبتليهم ويثيبهم. قال مكي: وقد قيل إن الذي أصابه به الشيطان ما وسوس به إلى أهله. فإن قلت: فما معنى قوله تعالى عن يوشع: وما أنساني إلا الشيطان،
وقوله عن يوسف فأنساه الشيطان ذكر ربه، وقول نبينا عليه السلام حين نام عن الصلاة يوم الوادي إن هذا واد به شيطان، وقول موسى عليه السلام في وكزته هذا من عمل الشيطان، فاعلم أن هذا الكلام قد يرد في جميع هذا على مورد مستمر كلام العرب في وصفهم كل قبيح من شخص أو فعل بالشيطان أو فعله، كما قال تعالى طلعوها كأنه رؤوس الشياطين، وقال عليه السلام فليقاتله فإنما هو شيطان، وأيضا فإن قول يوشع لا يلزمنا الجواب عنه إذ لم يثبت له في ذلك الوقت نبوة مع موسى، كما حكى الله تعالى في قوله وإذ قال موسى لفتاه، والمروي أنه إنما نبئ بعد موت موسى وقيل قبيل موته، وقول موسى كان قبل نبوته بدليل القرآن، وقصة يوسف أيضا قد ذكر أنها كانت قبل نبوته. وقال المفسرون في قوله تعالى فأنساه الشيطان قولين، أحدهما أن الذي أنساه الشيطان ذكر ربه أحد صاحبي السجن، وربه الملك أي أنساه أن يذكر للملك شأن يوسف عليه السلام، وأيضا فإن مثل هذا من فعل الشيطان ليس فيه تسليط على يوسف عليه السلام ويوشع بوساوس ونزغ، وإنما هو بشغل خواطرهما بأمور أخرى وتذكيرهما من أمورهما ما ينسيهما ما نسياه. وأما قول عليه السلام إن هذا واد به شيطان فليس في ذكر تسلطي عليه ولا وسوسة له، بل إن كان بمقتضى ظاهره فقد بين أمر ذلك الشيطان بقوله إن الشيطان أتى بلالا فلم يزل يهدئه كما يهدأ الصبي حتى نامه، فاعلم أن تسلط الشيطان في ذلك الوادي الذي عرس به إنما كان على بلال الموكل بكلاءة الفجر هذا إن جعلنا قوله إن هذا واد به شيطان تنبيها على سبب النوم عن الصلاة، وأما إن جعلناه تنبيها على سبب الرحيل عن الوادي وعلة لترك الصلاة به وهو دليل مساق حديث زيد بن أسلم فلا اعتراض به في هذا الباب لبيانه وارتفاع إشكاله. فصل في صدق أقواله صلى الله عليه وآله وسلم في جميع أحواله. وأما أقواله عليه السلام فقامت الدلائل الواضحة بصحة المعجزة على صدقه، وأجمعت الأمة فيما كان طريقه البلاغة أنه معصوم فيه من الإخبار عن شيء منها بخلاف ما هو به لا قصدا وعمدا ولا سهوا أو غلطا. أما تعمد الخلف في ذلك فمنتف بدليل المعجزة القائمة مقام قول الله صدق فيما قال اتفاقا وبإطباق أهل الملة إجماعا. وأما وقوعه على جهة الغلط في ذلك فبهذه السبيل عند الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني ومن قال بقوله، ومن جهة الإجماع فقط وورود الشرع بانتفاء ذلك وعصمة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا من مقتضى المعجزة نفسها عند القاضي أبي بكر الباقلاني ومن وافقه لاختلاف بينهم في مقتضى الدليل، أعني دليل المعجزة لا نطول بذكره فنخرج عن غرض الكتاب، بل نعتمد على ما وقع عليه إجماع المسلمين أنه لا يجوز عليه خلف في القول في إبلاغ الشريعة والإعلام بما أخبر به عن ربه وما أوحاه إليه من وحيه لا على وجه العمد ولا على غير عمد ولا في حالتي الرضا والسخط والصحة والمرض. وفي حديث عبد الله بن عمرو قلت يا رسول الله أكتب كل ما أسمع منك؟ قال نعم. قلت في الرضا والغضب؟ قال نعم، فإني لا أقول في ذلك كله إلا حقا.
نزد ما أشرنا إليه من دليل المعجزة عليه بيانا فنقول إذا قامت المعجزة على صدقه وأنه لا يقول إلا حقا ولا يبلغ عن الله إلا صدقا وأن المعجزة قائمة مقام قول الله تعالى له صدقت فيما تذكره عني، وهو يقول إني رسول الله إليكم لأبلغكم ما أرسلت به إليكم وأبين لكم ما نزل إليكم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقد جاءكم الرسول بالحق من ربكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فلا يصح أن يوجد منه في هذا الباب خبر بخلاف مخبره على أي وجه كان، فلو جوزنا عليه الغلط والسهو لما تميز لنا من غيره ولا اختلط الحق بالباطل، فالمعجزة مشتملة على تصديقه جملة واحدة من غير خصوص، فتنزيه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن ذلك كله واجب برهانا وإجماعا كما قال أبو إسحاق رضي الله عنه. فصل في رد المؤلف لبعض الشبهات والمطاعن كرده لقصة الغرانيق وبعض الشبه التي يتمسك بها الزائغون. وقد توجهت هنا لبعض الطاعنين سؤالات، منها ما روي من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قرأ سورة والنجم وقال أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى قال تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتها لترتجى، ويروى وإن شفاعتها لترتضى، وفي رواية إن شفاعتها لترتجى وإنها لمع الغرانيق العلا، وفي رواية أخرى والغرانقة العلا تلك للشفاعة ترتجى. فلما ختم السورة سجد صلى الله عليه وآله وسلم وسجد المسلمون معه، والكفار لما سمعوه أثنى على آلهتهم، وما وقع في بعض الروايات أن الشيطان ألقاها على لسانه، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان تمنى أن لو نزل عليه شيء يقارب بينه وبين قومه، وفي رواية أخرى ألا ينزل عليه شيء ينفرهم عنه، وذكر هذه القصة وأن جبريل عليه السلام جاءه فعرض عليه السورة، فلما بلغ الكلمتين قال له ما جئتك بهاتين، فحزن لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأنزل الله عز وجل عليه تسلية له وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. وقوله وإن كانوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فأعلم وفقك الله أن لنا في الكلام على مشكل هذا الحديث مأخذين، أحدهما في توهين أصله والثاني على تسليمه. أما المأخذ الأول فيكفيك أن هذا حديث لم يخرج أحد من أهل الصحة ولا رواه ثقة بسند سليم متصل، وإنما أولع به ومثل المفسرون والمؤرخون المولعون بكل غريب المتلقفون من الصحف كل صحيح وسقيم. ولقد صدق القاضي بكر بن العلاء المالكي حيث قال لقد بلي الناس ببعض أهل الأهواء والتفسير، وتعلق بذلك الملحدون مع ضعف نقلته واضطراب رواياته وانقطاع إسناده واختلاف كلماته، فقائل يقول إنه في الصلاة، وآخر يقول قالها في نادي قومه حين أنزلت عليه السورة، وآخر يقول قالها وقد أصابته سينة، وآخر يقول بل حدث نفسه فسها، وآخر يقول
إن الشيطان قالها على لسانه، وإن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما عرضها على جبريل قال: ما هكذا أقرأتك. وآخر يقول: بل أعلمه الشيطان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأها، فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال: والله ما هكذا نزلت، إلى غير ذلك من اختلاف الرواة. ومن حكيت هذه الحكاية عنه من المفسرين والتابعين لم يسندها أحد منهم ولا رفعها إلى صاحب، وأكثر الطرق عنهم فيها ضعيفة واهية، والمرفوع فيه حديث شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: فيما أحسب الشك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان بمكة وذكر القصة. قال أبو بكر البزار: هذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد متصل يجوز ذكره إلا هذا، ولم يسند عن شعبة إلا أمية بن خالد، وغيره يرسله عن سعيد بن جبير، وإنما يعرف عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. فقد بين لك أبو بكر رحمه الله أنه لا يعرف من طريق يجوز ذكره سوى هذا، وفيه من الضعف ما نبه عليه مع وقوع الشك فيه كما ذكرناه من الذي لا يثق به ولا حقيقة معه. وأما حديث الكلبي فمما لا تجوز الرواية عنه ولا ذكره لقوة ضعفه وكذبه كما أشار إليه البزار رحمه الله. والذي منه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ والنجم وهو بمكة فسجد، وسجد المسلمون والمشركون والجن والإنس، هذا توهينه من طريق النقل. فأما من جهة المعنى فقد قامت الحجة وأجمعت الأمة على عصمته صلى الله عليه وآله وسلم ونزاهته عن مثل هذه الرذيلة، إما من تمنيه أن ينزل عليه مثل هذا من مدح آلهة غير الله وهو كفر، أو أن يتسور عليه الشيطان ويشبه عليه القرآن حتى يجعل فيه ما ليس منه، ويعتقد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من القرآن ما ليس منه حتى ينبهه جبريل عليه السلام، وذلك كله ممتنع في حقه عليه السلام، أو يقول ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من قبل نفسه عمدا وذلك كفر أو سهوا وهو معصوم من هذا كله. وقد قررنا بالبرهان والإجماع عصمته عليه السلام من جريان الكفر على قلبه أو لسانه لا عمدا ولا سهوا، أو أن يتشبه عليه ما يلقيه الملك مما يلقي الشيطان، أو يكون للشيطان عليه سبيل، أو أن يتقول على الله لا عمدا ولا سهوا ما لم ينزل عليه. وقد قال الله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وقال تعالى: إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وجه ثان وهو استحالة هذه القصة نظرا وعرفا، وذلك أن هذا الكلام لو كان كما روي لكان بعيد الالتئام لكونه متناقض الأقسام، ممتزج المدح بالذم، متخاذل التأليف والنظم. ولما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا من بحضرته من المسلمين وصناديد المشركين ممن يخفى عليه ذلك، وهذا لا يخفى على أدنى متأمل، فكيف بمن رجح حلمه واتسع في باب البيان ومعرفة فصيح الكلام علمه؟ ووجه ثالث أنه علم من عادة المنافقين ومعاندي المشركين وضعفة القلوب والجهلة من المسلمين نفورهم لأول وهلة، وتخليط العدو على النبي صلى الله عليه وسلم لأقل فتنة، وتعييرهم المسلمين والشمات بهم الفينة بعد الفينة، وارتدال من في قلبه مرض ممن أظهر الإسلام لأدنى شبهة. ولم يحكي أحد في هذه القصة شيئا سوى هذه الرواية الضعيفة الأصلي، ولو كان ذلك لوجدت قريش بها على المسلمين الصولة
ولا قامت بها اليهود عليهم الحجة كما فعلوا مكابرة في قصة الإسراء، حتى كانت في ذلك لبعض الضعفاء ردة، وكذلك ما روي في قصة القضية. ولا فتنة أعظم من هذه البلية التي لو وجدت ولا تشغيب للمعادي حينئذ أشد من هذه الحادثة لو أمكنت. تصحيح: ولا فتنة أعظم من هذه البلية لو وجدت ولا تشغيب للمعادي حينئذ أشد من هذه الحادثة لو أمكنت، فما روي عن معاند فيها كلمة ولا عن مسلم بسببها بنت شفة، فدل على بطلها واجتثاث أصلها. ولا شك في إدخال بعض شياطين الإنس أو الجن هذا الحديث على بعض مغفلي المحدثين ليلبس به على ضعفاء المسلمين. وجه رابع: ذكر الرواة لهذه القضية أن فيها نزلت: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وهاتان الآيتان تردان الخبر الذي رووه، لأن الله تعالى ذكر أنهم كادوا يفتنونه حتى يفتريا، وأنه لولا أنه ثبته لكاد يركن إليهم. فمضمون هذا ومفهومه أن الله تعالى عصمه من أن يفتريا وثبته حتى لم يركن إليهم شيئا قليلا، فكيف كثيرا؟ وهم يرون في أخبارهم الواهية أنه زاد على الركون والافتراء بمدح آلهتهم، وأنه قال عليه السلام: افتريت على الله وقلت ما لم يقل. وهذا ضد مفهوم الآية، وهي تضعيف الحديث لو صح، فكيف ولا صحة له؟ وهذا مثل قوله تعالى في الآية الأخرى: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. وقد روي عن ابن عباس: كل ما في القرآن كاد فهو ما لا يكون أبدا. قال الله تعالى: يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار ولم يذهب. وقال تعالى: أكاد أخفيها ولم يفعل. قال القشيري القاضي: ولقد طالبه قريش وثقيف إذ مر بآلهتهم أن يقبل بوجهه إليها، وعدوه الإيمان به إن فعل، فما فعل ولا كان ليفعله. قال ابن الأنباري: ما قارب الرسول ولا ركنه. وقد ذكرت في معنى هذه الآية تفاسير أخر، ما ذكرناه من نص الله على عصمة رسوله يرد سفسافها. فلم يبق في الآية إلا أن الله تعالى امتن على رسوله بعصمته وتثبيته مما كاده به الكفار ورام من فتنته، ومرادنا من ذلك تنزيهه وعصمته صلى الله عليه وآله وسلم، وهو مفهوم الآية. وأما المأخذ الثاني فهو مبني على تسليم الحديث لو صح، وقد أعاذنا الله من صحته. ولكن على كل حال، فقد أجاب على ذلك أئمة المسلمين بأجوبة، منها الغث والسمين، فمنها ما رواه قتادة ومقاتل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصابت سنة عند قراءة هذه السورة، فجرى هذا الكلام على لسانه بحكم النوم. وهذا لا يصح، إذ لا يجوز على النبي مثله في حالة من أحواله، ولا يخلقه الله على لسانه، ولا يستولي الشيطان عليه في نوم ولا يقظة لعصمته في هذا الباب من جميع العمد والسهو. وفي قول الكلبي: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدث نفسه فقال ذلك الشيطان على لسانه. وفي رواية ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال: وسهى، فلما أخبر بذلك قال: إنما ذلك من الشيطان. وكل هذا لا يصح أن يقوله عليه السلام لا سهوا ولا قصدا، ولا يتقوله الشيطان على لسانه عليه السلام. وقيل: لعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاله في أثناء تلاوته على تقرير التقرير والتوبيخ للكفار، كقول إبراهيم عليه السلام: هذا ربي
على أحد التأويلات، وكقوله بل فعله كبيرهم هذا بعد السكت وبيان الفصل بين الكلامين ثم رجع إلى تلاوته، وهذا ممكن مع بيان الفصل وقرينة تدل على المراد، وأنه ليس من المتلو، وهو أحد ما ذكره القاضي أبو بكر، فلا يعترض على هذا بما روي أنه كان في الصلاة، فقد كان الكلام فيها قبل غير ممنوع. والذي يظهر ويترجح في تأويله عنده وعند غيره من المحققين على تسليمه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان كما أمره ربه يرتل القرآن ترتيلا ويفصل الآية تفصيلا في قراءته كما رواه الثقات عنه، فيمكن ترصد الشيطان لتلك السكتات ودسه فيها ما اختلقه من تلك الكلمات، محاكيا نغمة النبي صلى الله عليه وسلم بحيث يسمعه من دنا إليه من الكفار فظنوها من قول النبي صلى الله عليه وسلم وأشاعوها، ولم يقدح ذلك عن المسلمين بحفظ السورة قبل ذلك على ما أنزلها الله تعالى وتحققهم من حال النبي صلى الله عليه وسلم في ذم الأوثان وعيبها على ما عرف منه. وقد حكى موسى بن عقبة في مغازيه نحو هذا وقال: إن المسلمين لم يسمعوها، وإنما ألقى الشيطان ذلك في أسماع المشركين وقلوبهم، ويكون مروي من حزن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذه الإشاعة والشبهة وسبب هذه الفتنة. وقد قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. فمعنى تمنى تلا، قال الله تعالى: لا يعلمون الكتاب إلا أمانية أي تلاوة. وقوله فينسخ الله ما يلقي الشيطان أي يذهبه ويزيل اللبس به ويحكم آياته. وقيل معنى الآية هو ما يقع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من السهو إذا قرأ فينتبه لذلك ويرجع عنه. وهذا نحو من قول الكلبي في الآية: إنه حدث نفسه وقال إذا تمنى، أي حدث نفسه. وفي رواية أبي بكر بن عبد الرحمن نحوه. وهذا السهو في القراءة إنما يصح فيما ليس طريقه تغيير المعاني وتبديل الألفاظ وزيادة ما ليس من القرآن، بل السهو عن إسقاط آية منه أو كلمة، ولكنه لا يقر على هذا السهو بل ينبه عليه ويذكر به للحين على ما سنذكره في حكم ما يجوز عليه من السهو وما لا يجوز. ومما يظهر في تأويله أيضا أن مجاهد روى هذه القصة والغرانقة العلا، فإن سلمنا القصة قلنا لا يبعد أن هذا كان قرآنا والمراد بالغرانقة العلا، وأن شفاعتهن لترتجى الملائكة على هذا التأويل وهذه الرواية. وبهذا فسر الكلبي الغرانقة أنها الملائكة، وذلك أن الكفار كانوا يعتقدون أن الأوثان والملائكة بنات الله كما حكى الله عنهم ورد عليهم في هذه السورة بقوله: ألكم الذكر وله الأنثى، فأنكر الله كل هذا من قولهم. ورجاء الشفاعة من الملائكة صحيح، فلما تأوله المشركون على أن المراد بهذا الذكر آلهتهم ولبس عليهم الشيطان ذلك وزينه في قلوبهم وألقاه إليهم نسخ الله ما ألقى الشيطان وأحكم آياته، ورفع تلاوة تلك اللفظتين اللتين وجد الشيطان بهما سبيلا للتلبيس كما نسخ كثير من القرآن ورفعت تلاوته. وكان في إنزال الله تعالى لذلك حكمة وفي نسخه حكمة، ليضل به من يشاء ويهدي من يشاء، وما يضل به إلا الفاسقين، وليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم
وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. وقيل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قرأ هذه السورة وبلغ ذكر اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى خاف الكفار أن يأتي بشيء من ذمها، فسبقوا إلى مدحها بتلك الكلمتين ليخلطوا في تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم ويشغبوا عليه على عادتهم وقولهم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ونسب هذا الفعل إلى الشيطان لحمله لهم عليه، وأشاعوا ذلك وأذاعوه، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاله، فحزن لذلك من كذبهم وافترائهم عليه، فسلاه الله تعالى بقوله وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته وبين للناس الحق في ذلك من الباطل، وحفظ القرآن وأحكم آياته ودفع ما لبس به العدو، وكما ضمنه الله تعالى من قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن ذلك مروي عن من قصة يونس عليه السلام أنه وعد قومه بالعذاب عن ربه، فلما تابوا كشف عنهم العذاب، فقال لا أرجع إليهم كذابا أبدا، فذهب مغاضبا. فاعلم أكرمك الله أنه ليس في خبر من الأخبار الواردة في هذا الباب أن يونس عليه السلام قال لهم إن الله مهلككم، وإنما في أنه دعا عليهم بالهلاك، والدعاء ليس بخبر يطلب صدقه من كذبه، لكنه قال لهم إن العذاب مصبحكم وقت كذا وكذا، فكان ذلك كما قال، ثم رفع الله تعالى عنهم العذاب وتداركهم. قال الله تعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عليهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. وروي في الأخبار أنهم رأوا دلائل العذاب ومخايله. قال ابن مسعود قاله ابن مسعود، وقال سعيد بن جبير غشاهم العذاب كما يغشي الثوب القبر. فإن قلت فما معنى ما روي من أن عبد الله بن أبي سرح كان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ارتد مشركا وصار إلى قريش، فقال لهم إني كنت أصرف محمدا حيث أريد، كان يملي علي عزيز حكيم، فأقول أو عليم حكيم، فيقول نعم كل صواب. وفي حديث آخر فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم أكتب كذا، فيقول أكتب كذا، فيقول أكتب كيف شئت، ويقول أكتب عليما حكيما، فيقول أكتب سميعا بصيرا، فيقول له أكتب كيف شئت. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه أن نصرانيا كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما أسلم ثم ارتد كافرا، وكان يقول ما يدري محمد إلا ما كتبت له. فاعلم ثبتنا الله وإياك على الحق، ولا جعل للشيطان وتلبيسه الحق بالباطل علينا ولا إلينا سبيلا. أن مثل هذه الحكاية أولا لا توقع في قلب مؤمن ريبا، إذ هي حكاية عمن ارتد وكفر بالله، ونحن لا نقبل خبر المسلم المتهم، فكيف بكافر افترى هو ومثله على الله ورسوله ما هو أعظم من هذا. والعجب لسليم العقل يشغل بمثل هذه الحكاية سره، وقد صدرت من عدو كافر مغض للدين مفتر على الله ورسوله، ولم يرد عن أحد من المسلمين ولا ذكر أحد من الصحابة أنه شاهد ما قاله وافتره على نبي الله. وإنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بالله بآيات الله، وأولئك هم الكاذبون. وما وقع من ذكرها في حديث أنس رضي الله عنه والله لحكايتها، فليس فيما يدل على أنه شاهدها، ولعله حكى ما سمعه. وقد علل البزار حديثه ذلك
وقال رواه ثابت عنه ولم يتابع عليه. ورواه حميد عن أنس قال وأظن حميدا إنما سمعه من ثابت. قال القاضي أبو الفضل وفقه الله: ولهذا والله أعلم لم يخرج أهل الصحيح حديث ثابت ولا حميد، والصحيح حديث عبد العزيز بن رفيع عن أنس رضي الله عنه الذي خرجه أهل الصحة وذكرناه، وليس فيه عن أنس قول شيء من ذلك من قبل نفسه إلا من حكاية عن المرتد النصراني، ولو كان صحيحة لما كان فيها قدح ولا توهيم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أوحي إليه، ولا جواز للنسيان والغلط عليه والتحريف فيما بلغه، ولا طعن في نظم القرآن وأنه من عند الله، إذ ليس فيه لو صح أكثر من أن الكاتب قال له عليم حكيم وكتبه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كذلك هو، فسبقه لسانه أو قلمه لكلمة أو كلمتين مما نزل على الرسول قبل إظهار الرسول لها، إذ كان ما تقدم مما أملاه الرسول يدل عليها ويقتضي وقوعها بقوة قدرة الكاتب على الكلام ومعرفته به وجودة حسه وفطنته، كما يتفق ذلك للعارف إذا سمع البيت أن يسبق إلى قافيته أو مبتدأ الكلام الحسن إلى ما يتم به، ولا يتفق ذلك في جملة الكلام كما لا يتفق ذلك في آية ولا سورة. تصحيح: كما لا يتفق ذلك في آية ولا سورة. وكذلك قول عليه السلام إن صح كل صواب، وقد يكون هذا فيما كان فيه من مقاطع الآي وجهان وقراءتان أنزلتا جميعا على النبي صلى الله عليه وسلم، فأملأ إحداها وتوصل الكاتب بفطنته ومعرفته بمقتضى الكلام إلى الأخرى فذكرها للنبي صلى الله عليه وسلم كما قدمناه، فصوبها له النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أحكم الله من ذلك ما أحكم ونسخ ما نسخ، كما قد وجد ذلك في بعض مقاطع الآي مثل قوله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وهذه قراءة الجمهور، وقد قرأ بعضهم وهم جماعة فإنك أنت الغفور الرحيم وليست من المصحف، وكذلك كلمات جاءت على وجهين في غير المقاطع قرأ بهما معا الجمهور وثبتتا في المصحف، مثل وانظر إلى العظام كيف ننشرها، نعم وننشزها، ويقضي الحق أي قوله تعالى ويقضي الحق ويقص الحق، وكل هذا لا يجب ريبا ولا ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم غلطا ولا وهما. وقد قيل إن هذا يحتمل أن يكون فيما يكتبه عن النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب إلى الناس غير القرآن، فيصف الله ويسميه في ذلك كيف يشاء.